بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. وان شاء الله اليوم واحد الدرس غادي يكون حول البيتكوين، حول تعدين البيتكوين وتعدين العملات الرقمية. وان شاء الله هذا الدرس غادي يكون بالغ الأهمية، غادي نتكلموا فيه على البيتكوين، وغنتكلموا فيه على العديد من العملات، وغنتكلموا فيه على عملتين اللي هما الجولم والفاكتوم. هاد لي دو موني، الجولم والفاكتوم، وغنتكلموا على البيتكوين اون جينيرال، يعني البيتكوين على العموم. كيف ما كتشوفوا البيتكوين قفز قفزة نوعية، وصل 1859 دولار. والناس اللي ما كيعرفوش البيتكوين عملة رقمية، الوجود ديالها كيكون كاين غير في الانترنت، والوجود ديالها خلق ثورة العملات الرقمية. دابا كاين عندنا البيتكوين، عندنا الايثيريوم، عندنا البيتكوين كيساوي 1859، الايثيريوم كيساوي 95 دولار، لايتكوين كيساوي 26 دولار، اتسيتيرا. هاد العملة تخلقات، هاد العملة سينو انتجت ولا اخترعت 2009. في 2009 كان سعرها لا يتجاوز دولار واحد، والناس ما كانوش كيثقوا في هذه العملة. اللي اخترعها ساتوشي ناكاموتو، واحد مواطن ياباني اخترع هذه العملة. ومن بعدها تأسست ما يسمى البلوك تشين. البلوك تشين هو اللي كي واحد كيفيريفي هذه العملة، وكيفيريفي لي ترانزاكسيون ديال هذه العملة. الغريب في الأمر أن هذه العملة في الاول ما كانش كتساوي شيء، لا تساوي شيئا. دابا وصلت ل 1859 دولار، وهاد العمله نقدروا نبدلوها للدولار، نبدلوها للاورو، نبدلوها لجميع العملات اللي بغينا. الناس اللي استثمروا في هاد العمله بكري، يعني 2009 و2010 فاش كانت زاهده الثمن، دابا راهم اغنياء. اللي عنده غير 30 بيتكوين ولا 30 ولا 40 بيتكوين، كان استثمرها شحال هادي وجمعها وخلاها حتى لدابا، راه دابا عنده تقريبا ما يقارب 60,000 دولار ولا 70,000 دولار، يعني 70 مليون ولا 60 مليون مغربي. هذا الشيء اللي وباقي انا اظن ان هذه عملة البيتكوين غادي تلقى ان شاء الله النجاح ديالها، ماشي غير عملة البيتكوين، ففي المستقبل القريب ان شاء الله كل شيء غادي يستعمل العملات الرقمية، سواء البيتكوين، الايثيريوم، اللايتكوين، الجولم، الفاكتوم، الدوغ كوين، جميع هاد العملات غتولي مونيرو. هاد جميع هاد العملات غادي تولي يخدموا بها ان شاء الله، ويخدموا بها العديد، والثمن ديالها غادي يرتفع لواحد الدرجه ما كتصورش. ودابا الوقت، باقي الوقت اللي نقدروا نستثمروا في عملات اخرى. دابا بالنسبه للبيتكوين صعيب جدا نستثمروا بها، ولكن نقدروا نحطوا واحد المبالغ قليله. هاد المبالغ سيغمون غادي تضاعف، وغادي تضاعف، غادي يوصل للبيتكوين 2500 دولار ولا 3000 دولار ولا حتى 4000 دولار، يقدر يوصل على هاد لا كورب ديالو، على المنحنى ديالو اللي غادي بيه، راه غادي بواحد الوتيره اللي تصاعديه جدا، تصاعديه بزاف وبزاف. اليوم جبت لكم ان اوتر سيت في الدرس اللي فات، شرحنا يوبيت دوت نت، وغادي نعاودو نشرحو يوبيت باستفاضة، لأنه سيت جميل جدا وغادي نخدمو فيه بزاف. وهاد السيت ديجا شرحتو في الحلقة السابقة، تقدرو ترجعو ليها في لاشين وتشوفوها، وحلقة مهمة حتى هي. اليوم غادي نوريكم هاد لو سيت، الطريق غادي تلقاو إن شاء الله الرابط لتحت ديال في الفيديو. هاد لو سيت ديال التعدين كيقولو التعدين السحابي للبيتكوين والعملات الرقمية. يعني كنعدنو هاد البيتكوين كنستثمرو فيه، ولا كنعدنو هاد البيتكوين وكنبقاو بشويه بشويه كنجمعو فيه وكنحفظوه. هاد لو سيت تقدر تخدم به بجوج حوايج، اما جوج حوايج، هو صالح لتعدين البيتكوين، وتقدر تسوي تجميع البيتكوين وتجميع العملات الرقميه. ان كاع هاد العملات، كلشي هاد العملات اللي كتشوفو فيهم، يمكن لك ان في هذا السيت انك يعطيك الحق تكون عندك محفظه ديال هذه العملات،
ولا تعمل شي بلي سيت كيعطيو هاد العمولات كتقدر تصيفطهم لهاد لو سيت، يعني بحال محفظة كزابو، بحال محفظة كوان بيز، بحال محفظات أخرى. هاد المحفظة جميلة جدا لأنها فيها جميع هاد العمولات ورائعة جدا. غادي نشوفوا المزايا ديالها من بعد، وهذا السيت هو كيف ما اليوبيت غنعاودو نشرحوه في حلقات باستفاضة، وغادي نشوفوا مجموعة من المواقع الأخرى إن شاء الله. غادي نتكلم على تكلمت على البيتكوين، العمولات اللي غادي نركزوا عليهم هو البيتكوين، الإيثريوم، لايتكوين، لايتكوين، داش كوين، دوغ كوين، والجولم، والفاكتوم، والمونيرو. انا في بقيت كنقلب في لي فوريوم الاجنبيه، حيت مالوغوزمون العرب ما كيعطيوناش لانفورماسيون كوم يلفو كيخليوها عندهم. لقيت ان الناس ان عمله الجولم، هذه العمله جولم، غيكون ان شاء الله عندها واحد لافونير كبيره وكبيره بزاف، يعني عندها واحد المستقبل زوين وغادي تصاعد. وانا كنفضل نستثمروا فيها ولا نديروا المينين، يعني نعدنوها من هاد لو سيت. نشرح هاد لو سيت، راه غادي تلقاو ان شاء الله سميتو اي بوت دوت كوم، غادي تلقاو ان شاء الله لو ليان ولا الرابط اللي تحت في الديسكريبسيون. هاد السيت خدم في 2013 وباقي خدام، ومن اشهر المواقع الصادقه لتعدين العملات الرقميه. الديفو اللي فيه ولا العيب ديالو انه الربح ديالو قليل جدا، ولكنه صادق، صادق 100%. عندنا جوج طرق باش نخدمو فيه. الطريقه الاولى هو ان كان انفيستيو، يعني كنحطو شي حاجه فيه. مثلا انا تقريبا انفيستيت ما كاملاش 1 دولار، تقريبا 100,000 ساتوشي، يعني في هذاك الوقت كانت تقريبا 1 دولار ولا 1.2 دولار. غير حطيت فيه غير هذا باش نشوف لو سيت كومون سا مارش، ونسول على السيت ونقلب على المزايا ديالو قبل ما نحطو في فلاشين ونشرحو للاخوان المشاركين. فوالا، هاد لو سيت راه الطريقه ديال العمل ديالو سهله جدا. فاش كدير الانسكريبسيون غادي نشرح لكم طريقه ديال الربح المجاني وطريقه ديال الاستثمار. طريقه ديال الربح المجاني كاينين جوج طرق فيه، هو ان كل يوم كتسجل كيعطيك واحد دوغ كوين على واحد دوغ كوين على التسجيل ديالك. والثانيه كاين واحد الفوسيت، الا مشينا هنا فوسيت، هذا الفوسيت، هاد الفوسيت كتقدر تعطيك على حسب هاد العمولات اللي عندك. ولكن انا كنفضل ان فاش كدير الفوسيت كتختار هاد جي اس اس، هي جيجا هرتز 4.0، هي الطاقه ديال التعدين، يعني بحال كتزيد معدل ديال التعدين ديالك. هنايا المعدل ديال التعدين ديالي لحد الان هو 6.24، وقد ما كنزيد هذاك الجيجا هيرز قد ما كيتزاد الانتاج ديالي. و 6.24 راه مبلغ، راه طاقة زهيدة جدا. كاين الناس اللي عندهم 1000، كاين الناس اللي عندهم 500، كاين اللي عندهم 200. انا في البداية ديال هاد لو سيت وباقي ما استثمرتش فيه، باقي ما عطيتوش الحق ديالو، ان شاء الله غنعطيه الحق ديالو من بعد. فوالا، كنمشيو لهنايا نعزلو جي اش اس جيجا هرتز 4.0، وكنمشيو لهنايا فوسيت، كنمشيو فوالا الفوسيت. كما قلت لكم الهديه الاولى هي هذيك واحد دوك كوين على كل يوم على حساب التسجيل ديالو، التسجيل ديالنا. اسمحوا لي مع التسجيل كيكون معطل شويه. فاش كنمشيو للفوسيت كنديروا الكابشا وكيعطينا واحد المبلغ بسيط. هاد المبلغ كيتزاد في القوة ديال التعدين، يعني كل نهار كتزيد القوة ديال التعدين ديالك وكتزيد سميتو الطاقة ديال التعدين. وانا فاش كنعدل بديت كنستثمر في الجولم. البارح فاش بديت كنستثمر في الجولم كان 0.189، اليوم 0.241، كيف ما كتشوفوا التصاعد ديالو، يعني غادي يتصاعد بواحد الوتيرة
اللي مهمة جدا وعقلوا على هذه العملة اللي سميتها الجولم، والعملة الثانية اللي سميتها الفاكتوم، والعملة الثالثة اللي سميتها المونيرو. هاد العملات ما معروفينش بزاف عند العرب، ولكن غيكون عندهم الشأن الكبير جدا. فوالا مشيو للفوسيت نوريكم كيفاش فوسيت، ومن بعد نوريكم كيفاش ديروا باش الاستثمار، وكيفاش تلقاو المحفظة ديالكم. نمشيو للفوسيت فوالا. ان العملات، ان العملات الرقميه خلقت واحد الثوره عالميه. لحد الان الناس ما قيمه ما متيقينش بان السعر ديال البيتكوين وصل لهاد العمله، لهاد الرقم 1800 1890. السعر ديال الايثيريوم حوالي شهرين وثلاث شهور كان 11 دولار 14 دولار 15 دولار، دابا 98 دولار. الناس اللي استثمروا فيه غير منذ شهرين وحط فيه واحد الكميه كبيره من المال، دابا راه دوبلات ليه فوا 5 ولا فوا 6. المهم هنا كنمشيو نديرو الكابشا. بالنسبه للناس اللي الله غيشوفوا هذا الفيديو وما كيعرفوش البيتكوين، ما كيعرفوش هاد المفاهيم، يقدروا يرجعوا الفيديوهات الاخرى اللي كاينين فلاشين، غادي يلقاو الشرح ديال مجموعه ديال المفاهيم. كنتسناو هنايا، الانترنت عندي ضعيفه شويه، نتسناو هنايا الكود كابشا. المهم كنديرو الكود كابشا وكنديرو جيت فوسيت ريورد. فاش كنديرو جيت فوسيت ريورد كيتزادو عندنا لي جيجا هيرتز ديالنا يوميا. عندنا الحق في الفوسيت، وعندنا الحق في واحد دوغ كوين فوالا. وبالنسبه سميتونا، بالنسبه للطريقه ديال الاستثمار، كنمشيو للاكونت، وم في الاكونت هنايا كتمشي كدير ديبوزيت. وهنايا غادي تلقى كيفاش كديبوزي، كيفاش كديبوزي، تلقى جميع المحافظ اللي عندك. دابا جميع المحافظ، وهاد المحافظ كيف مشو، لادريس بيتكوين، لادريس ايثيريوم، لادريس لايت كوين، دوك كوين، اتسيتيرا. الا كنتي باغي تصيفط سميتو، كتاخد هاد لادريس كتمشي للمحفظه ديالك وكترسل ليها. والناس اللي ما عندهمش محفظه وداكشي يقدروا يستعملوا هاد لادريس وهاد لو سيت كمحفظه ديال البيتكوين. ومازال غادي نشوفوا فيه بزاف ديال الامور. هذه الحلقه الاولى من هاد لو سيت، وان شاء الله هاد لو سيت غادي نشوفوا فيه شي خمسة ولا ستة ديال الحلقات، غيكونوا باش نقدروا نشوفوا فيه جميع الخصائص ديالو، منهم البول انفو، الهيستوري، الديبوزيت، الويدراو، الاكسشانج. الاكسشانج واخا كياخد الضرائب بانت ليا غاليه بزاف، كياخد 5% اتسيتيرا. غادي نشوفو بزاف ديال الخصائص ديالو. وكيف ما قلت لكم، هاد العمله ديال الجولم راها عمله اللي غتكون عندها واحد المستقبل ان شاء الله، على حسب الناس الخبراء ديال لي زيكسبير الامريكيين والناس اللي متبعين بدقه هاد الميدان. وللاسف العرب عندهم لانفورماسيون، بزاف ديال العرب عندهم لانفورماسيون ولكن كيخليوها ليهم، ما عرفتش علاش. حلقه ما عمرنا غنزلو لقدام فوالا. كيف ما رجعت للفوسيت، واقيلا الكونيكسيون ولات شويه، غادي نوريكم غير كيفاش كيتزاد هاد سميتو. نديرو الكابشا، جيت فوسيت رول فوالا، 0.18 كتزاد القوة ديال التعدين. وكنمشيو لهنايا، الصفصيلة كتزاد، ها هي فوالا هنا سميتو كتزاد شوية في القوة ديال التعدين. كنمشيو لهنايا مثلا، نعزلو مثلا، انا ان شاء الله مكونسونطري مع هاد العملة، وان شاء الله غادي تكون عندها المستقبل. نتمنى نكون توفقت في هذا الفيديو. ما تنساوش دعمونا بلايك للفيديو وتابوناو فلاشين، ومرحبا بكم وتبارك الله عليكم.